مشاهدينا الكرام في بداية قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم. برحب بكم في حلقة مباشرة من مدينة السلطة البيضاء. اليوم عندي سيد عنده واحد المشكل، ماشي مشكل، نقولوا حنا معاناة ديال مهنة الفراشة، الصعوبة ديالها. الحمد لله هو اللي هز والديه، هو اللي كيصرف عليهم، مرضي الوالدين كيف ما كنقولوا. فاليوم غادي نعاود لنا شوية على هاد المهنة هادي والصعوبات اللي كيلقاو وشنو كيجريو عليهم من هنايا، يعني بزاف ديال الأمور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وليش أنت كدير الفراشة؟ واه بزاف. شحال من عام؟ شي 20 عام. ماشي زعما ما كاينش شي صعوبات، زعما كاع كاين الصعوبات هادي اللي بارد ولا الشتا ولا بعض المرات ما كتستفيش، هادي الصعوبات اللي كاين. الحمد لله بخير، كنخرج من الدار تنجي تنفرش تنحط، مره تنصور مره ما تنصورش، المهم مره كاين مره ما كاينش. الحمد لله غادا الامور. تصرف على الوالده. مرضي الوالدة تندبر على شي مسارف وصعيب، شي مسارف خفيف وصعيب تتعامل معاه. كدير مثلا شي مشروع اخر؟ مثلا بحال اش دابا انا ولفت الفراشه ورجع نجي نفرش حدا الدار، كنقطع الشانطي تنخرج للساحه انا تنفرش. المهم كيدوز النهار زوين، تسرح مع الحباب بحال هكا. مره كاين 50 درهم، مره 100 درهم، مره 150 درهم، مره ما كاين والو، والحمد لله بخير. كاين بعض المرات كتصور، كاين بعض المرات ما كتصورش يومين، وغادا النهار اللي كتصور فيه كيخدم على النهار اللي ما كتصورش فيه، وبخير الحمد لله. انتوما كيجريو عليكم الناس؟ ونورمال كيدير الفودار تيجريو عليه، ولا تيدير العرابة تيجريو عليه. دار سونتر فيل منطقة سياحية، يجي أي واحد غادي يحط ما توليش سونتر فيل، غادي تولي غاتولي سويقة، تيدوزو من السياح أجانب وهادي، فهمتي؟ خصو يكون نقا، خصو يكون انضباط، خصو يكون احترام، سكوت تكون نظافة، حيت إلا ما جاش يجريو على أصحاب العربات، أتولي يوليو مشاكل هنايا، يوليو الأزبال وهادي، ما حق المخزن ينقي الدنيا، فهمتي؟ ونورمال بنادم يجي من بلاصة بعيدة ويجيب لك هنا يبدي لك يشوي لك بال ويدي يشوي لك السردين. سونتر فيل هذا ومنطقة سياحية، و تيدوزو الناس وكيصورو زين كاميرات، زين لاباري فوتو، وعادي خصهم يجريو عليهم. والكي مثال مثلا اللي يدير فراشه خصو يفرش ويحترم راسو وينظف المكان ديالو ويكون خالق ويحترم الناس، راه نورمال غادي يحترموا المخزن ويحترموا اصحاب المحلات التجاريه. وما كنتيش منضبط وما كنتيش كتنظف المكان ديالك، راه غادي يجريو عليك عادي. واخا ما كتشد والو، يعني على كلشي على الحمد لله انت مرضي الوالدين. الحمد لله انا اللي تنصرف على راسي وتنصرف على الوالده ديالي. بنادم يكون قانوع ويكون صبار وكنت يحمد الله، ومن بنادم تيصور 100 درهم 150 درهم 200 درهم كيخسرها في الكحول ولا في السجائر وتيقول لك ما كاين ما يدار وتيقول لك التجاره ضعيفه. لا رانا الا عرفتي تجيري راسك راه دوز نهارك زوين ودوز العام ديالك زوين. ملي تيصور 1000 درهم كيمشي يصرف عين الدياب وتيقول لك ما كاينش التجاره، بنادم ما تيقنعش. بنادم باغي يصور، كيصور 1000 درهم باغي يصور 5000، واللي تيصور 5000 درهم باغي يصور 10000 درهم، حتى بنادم راه ما تيقنعش، راه قناعه شابه. يعني